وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة سحر المناعي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. مساء الخير وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثالثة. ما هي الأهمية التي يكتسبها يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، وما هي جهود وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال؟ يا أهلا وسهلا، مساء النور. تعتبر الشراكة المجتمعية ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية في المجتمع، فضلا عن أنه يتمثل قيمة حضارية راقية تنطلق من النهج الإصلاحي الشامل والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة وتوجيه حكيم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لترسيخ المبادئ والاستراتيجيات القويمة لمفهوم الشراكة المجتمعية. طبعا لا شك أن الإنجاز المتقدم اللي حققته مبادرات وبرامج الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بمتابعة من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية طيلة السنوات الماضية إنما تعكس التزام مملكة البحرين بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية على حد سواء، في إطار التعاون بين مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لا بد من المضي قدما في تعزيز قيم ومبادئ هذه الشراكة القيمة وتوحيد جهود تطوير العمل المجتمعي بما يضمن مواجهة مختلف التحديات. طبعا لدينا الكثير من المبادرات، لكن من أبرز إنجازات الخطة الوطنية في الوزارة تنفيذ مبادرة التشبيك بين المنظمات الأهلية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والتي ساهمت في تعزيز وتطوير منظومة العمل الأهلي، كما أن تنفيذ الوزارة لخطط وبرامج تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية بكافة صورها تعتبر من أبرز وأهم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. ونحب نأكد دعم الوزارة لكافة أوجه هذه المبادرات الوطنية بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. نعم الأستاذة سحر المناعي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.